دومينيتي، ودي يعني بس دي يعني حاجة لابد منها يعني. لا إله إلا الله يعني لابد يعني مرحلة، وفي مرحلة تانية إن شاء الله تعالى. بس الحمد لله رب العالمين، أنا سيبكم مطمن عليكم يعني. بس محمد أبو الخير مدير إدارة التطوير بيلحق تعرفنا بنفسك أكتر. طبعاً أنا محمد محمود محمد سامي أبو الخير، من مواليد قرية من كرة محافظة الغربية طنطا، كنت مسافر. استلمت عملي هنا طبعا خريج كلية زراعة جامعة عين شمس سنة 78، تعينت في سنة 80 15/6 سنة 80 بالتحديد. بصراحة لما جيت تعينت أنا كنت عايز أتعين في مجال الأبحاث، يعني كنت مجال أمراض تخصص تخصص أمراض نبات، كنت عايز أتخصص في المجال ده عشان الواحد يبدع فيه يعني. فطلبت إن أنا أروح اسكندرية هناك في محطة اسمها محطة تقيس التنمية الزراعية، وفعلا جات لي اسكندريه هناك. لما رحت اسكندريه هناك رحت عشان اروح المحطه اللي انا عايزها، قال له مفيش للاسف مفيش اماكن فيها، لكن ممكن تتعين في حاجتين، يا اما تربيه وتعليم كمدرس زراعيه، يا اما وظيفه التموين. تمام. بس فبيني وبينك انا قلت لا تربيه وتعليم ما عنديش امكانيات تربيه وتعليم، اروح وزاره التموين. رحت وزاره التموين هناك، كنا في اجازه صيفيه، وكان الله يرحمه الوالد موجود في البلد هناك عندنا هناك، وكان عمي ماسك الغرفه التجاريه بتاعت السيمون اللي هي القريه اللي انا عايش فيها. فبقول له انا حصل كذا كذا، قال لي لا يا ابني ما ينفعش، تموين لبش ومش لبش، وفي انت تمشي بضمير سليم وتمشي يعني ما بتحبش الغلط والحاجه دي، والحاجه دي مبنيه على غلط، حاجه في حاجات كتير مبنيه على غلط، ولازم تقوم نفسك مش هتعرف تعيش وسطيهم كتموين. قلت له ده الحل ايه؟ قال لي الحل غير التموين ده، حته تموين مفيش غير زراعه تموين. قال لي مفيش حاجه ثانيه. المهم رحت الاسكندريه تاني، قلت لهم يا جماعه انا مش موافق على التموين وعايز ارجع تاني لوزاره القوى العامه. طب جيت رايح فين؟ قلت اروح المحافظه الغربيه بلدي. رجعت ابوك للوزاره وزاره الزراعه؟ ودوني سالتك ليه؟ لا رجعت القوى العامه تاني على اساس انهم هيرشحوني تاني، قلت لهم عايز اروح المحافظه الغربيه بلدي اللي انا اتولدت فيها وطلعت فيها وعايز ان انا اخدمها. فعلا ودوني المحافظه الغربيه، ولما رحت المحافظه الغربيه عايز اروح فين؟ قلت عايز اروح القريه اللي انا اتولدت فيها. تمام كويس، يعني حضرتك يعني بطل يعني. ودوني بتاع القريه، حتى المدير الاداره الزراعيه هناك لما رحت بيقول لي يا ابني انت القريه هناك اهلك وعيلتك ومعرفش ايه ومتعرف الحاجات دي كلها ومجاملات. لا ما تقلقش يعني انا الحمد لله رب العالمين، احنا عيلتنا عيله كبيره هناك ومحبوبه. هو ده كله لسه مش في مجالك يعني؟ الشغل لسه مش في مجالك ولا؟ لا لسه، ما لسه انا لسه هبدا شغل كبدايه حياه عمل، كبدايه عمل يعني لسه انا هستلم شغل يعني كمهندس، لسه هبدا ولسه ده كلها لسه البدايه. تمام. المهم انا ايه خدت بالك؟ لا قلت له ان شاء الله تعالى انا ان شاء الله هقعد بلد هناك، انزل القريه اللي انا عشت اللي انا اتولدت فيها. وفعلا رحت القريه اللي اتولدت فيها، قعدت فيها تقريبا سنه ونص سنتين. اللهم لك الحمد. كان هناك وزاره الزراعه هناك طبعا بتبقى نايمه طول السنه. كان شغل حضرتك ايه بالظبط؟ مهندس مكافحه. بس الامارات كنت ماسك مهندس المكافحه. تمام. مكافحه عموما على مستوى المركز كله يعني. تمام. وامتى بقى اتنقلت حضرتك؟ ما انا هقول لسيادتك بقى، لما رحت هناك اللهم لك الحمد كان طبعا موسم القطن هناك، موسم ايامها سنه 80 كان الوزاره كلها تتشد ازاي؟ يعني ده محصول قومي خدت بالك؟ الوزاره يعني ممكن تقول الاداره الزراعيه نايمه طول السنه وتيجي من شهر 4 خدت بالك من اول بدايه زراعه القطن لغايه شهر 9 شهر 10 لغايه جاني القطن، بيبقى حاله طوارئ في الوزاره كلها من الصغير للكبير من وزير لاصغر واحد هناك. فاللهم لك الحمد انجزت انجاز حلو حققت السنه اللي فيها وربنا عز وجل مش اخدت مهندس مثالي يوميها اقسم بالله وحق المصحف يعني ربنا يشهد على هذا الكلام. حتى من الحاجات الحلوه المضحكه ان طلعوا لي مكافاه 5 جنيه 5 جنيه بس منها اطلع منها مش عارف كام 40 قرش او 50 قرش برقيه لوكيل وزاره اشكره عليها، كانت رسالتي كان وكيل وزاره الغربيه. وبعدين حسيت بقى ان انا ايه مش هو احساس الواحد بالنجاح اهم كتير. الحمد لله رب العالمين حقق الموسم حقق انتاجيه عاليه جدا يوميها، وحققت طفره بالنسبه للاماكن كنت ماسكها. كنت طبعا بتابع بنفسي بنزل لدرجه جت حساسيه بجسمي من الوالدات يعني بتضرب برجع بالليل لقيت جسمي كله عباره عن زي اللي عنده حصبه. يا نهار ابيض اقسم بالله. ليه؟ لان كنت بحب اعبر الوالدات بايدي. تمام. المزارع ولذلك اقسم بالله كان الفلاح هناك يعرف الناس المهندس محمد ابو الخير اللي خارج ما كانش يروح غيط، كان يطمن ان هو موجود هناك. والله العظيم ده كانت حقيقه موجوده هناك. كل الجهد كنت منبه على العيال ان هم مثلا ممنوع حد يمشي يبص للارض، تعبت من زمان يمسكوا الخراطيم
واخد بساتك ويمسك وبعدين يتحرك يتحرك من غير كده، فكان يمسك الخرطوم يجرجره يكسر مين؟ يكسر المحصول القطن يكسره. تمام. وكنت بنبع عليهم الخراطيم دي تشال على الكتف وتقف في رجل تحت كده تتحركوا ويبقى شايلين على الكتف فوق القطن. وحضرتك قعدت قد ايه هناك كده؟ قعدت سنه ونص، سنه ونص او سنتين. وايه بقى ازاي حضرتك ما انا اقول لك بقى لك عدت جدا هناك، حسيت ان انا خد بالك مش ده اللي انا عايزه يعني. حتى لما كنت بروح هناك كنت بجيب عينات مرضيه واحطها في المبنى اللي قاعد فيها، فكانت بتحب عليا يعني انا بحكم تخصصي بس المرض كذا بجيبه حاجه طبيعيه واغلفه واحلقه. فقال لا يا عم الحياه غير كده خالص، انت جاي فين؟ المهم حسيت ان انا مش ده اللي انا مش ده اللي انا كنت عايزه يعني. المهم كان في مشروع اسمه المشروع الامريكي في مصر، كان هنا كان لسه الدكتور يوسف ولا مسكش الوزاره، كان الدكتور محمود داوود كان ماسك وزير قبل فلوس يوسف ولي. فقلت له قلت له اعمل انتداب، فدخلت الدكتور محمود يعني عن طريق واسطه يعني، دخلت الدكتور محمود قلت له الوضع كذا كذا كذا، وقال لي مفيش مشكله اديك انتداب سنه. اخذت انتداب سنه بس كل وزاره هناك الغربيه رفضت، قال لي لا انا محتاجك وما استغناش عنك وسند كتير. طب الحل ايه؟ انا هديك شهرين ثلاثه. مش عايز شهرين، عايز شهر واحد. وبص لي كده وضحك بس. فانا نزلت لقيت الحظ الحلو كان الدكتور يوسف علي كان لسه ماسك جديد. سبحان الله. والله يوسف علي كان في صله يعني في صله معارف هنا وهنا، حتى الورق موجود فوق في الملف بتاعي موافق الدكتور يوسف علي. تمام. طلبت منه انا عايز اروح المشروع الامريكي في العباسه او اي حد سالك سبع سنين. والدكتور وافقني يعني، فاخدت اللي هو لك الحمد لله خدت الوافقه وجبت طبعا هنا الهيئه. استاذنت جيت قال له روح سبع سنين، جيت سبع سنين هنا. اول ما جيت حضرتك بقى الهيئه كانت سنه كام تقريبا؟ بالظبط سنه 82. سنه 82، ايه بقى اول مكان دخلت قعدت؟ الباكوس، الاداره العامه للباكوس، كان معانا الدكتور مجدي مجدي عباس ربنا يصبحه على خير، كان لسه مدروس في جامعة هان. كان كنا المدير بتاعنا الاستاذ نزيه. كابتن مجانبك قعدت قعدت معاهم فتره اربع خمس اشهر بالظبط يعني، عملنا معرض بيها حتى معايا صور المعرض اتفرج عليها. تمام. والمعرض نجح جدا مع الهيئه، نجح جدا جدا حتى مدام ريهام ومجدي موجود يشهدوا. طب هو البحوث ليها علاقه بتخصص حضرتك؟ طبعا كابحاث، انت عارف كلنا انت عارف ان الزراعه عموما بالنسبه لتخصص الزراعه بيتم في سنه ثالثه، يعني ايه؟ يعني انت عندك مثلا اولى وثانيه وثالثه بتدرس عن كل شيء. صح. يعني مثلا البيئه المائيه كلها، البيئه المائيه بتاعت السمك. تخصص معناه تعمق في الشيء بس. البيئه المائيه بتاعت السمك ليه السمكه عباره عن السمكه والبيئه اللي عايشه فيها. تمام. فالبيئه المائيه كلها عباره عن تحليل مياه وكيمياء وحاجات، كل واحد درس 100 انواع كيمياء. تمام. فمن الكيمياء المعدنيه، الكيمياء التحليلي، الكيمياء العلوي، الكيمياء العلوي المتقدم، الكيمياء الحيوي، الكيمياء الحيوي المتقدم، ودي كيميات درسينها كل دي تخدم بيئه المياه. عمر ابو الجلال بتاع بالظبط اربع خمس اشهر، كان 82 في 15/1/83 خدت بوست السفر السعوديه. طب كويس قوي. ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول بس هتسيب الهيئه؟ خدت اجازه دولتها. تمام. مش هسيبها، ما سالناش عنها. لا خبرتك بقى. خدت بالك؟ المهم حتى الدكتور كان الاستاذ حسن كان لسه ما كانش هيئه، كان لسه وكاله. كان لسه وكاله ما كانش هيئه لسه. فكان ماسكها حسن بيه امين ربنا يصبحه بالخير. قال لي يا ابني انت احنا جيت وعملت لنا شغل حلو وتعلقنا بيك، انت عامل لي انطره. قلت له يا حسن بيه معلش انا غصب عني على اساس ادك دي فرصه، ولو راحت مني مش هتعوض، انت عارف الظروف الحياه شكلها ايه. قال لي ربنا يوفقك وما اعرفش ايه، ومين من 15/1 سنه 83 سافرت. تمام. قعدت من 83 لغايه 29/3/2005 22 سنه. عمر تاني طبعا. رجعت حضرتك على طبعا رجعت بقى العمل هنا طبعا الاداره العامه، رجعت بقى العامه تطوير الارشاد طبعا هنا اهو على اساس طبعا الارشاد مجال حيوي ومجال خطير جدا. بدات حضرتك طبعا جيت طبعا تطوير الارشاد، لان انا كان طبعا طبعا واخد بره على الشغل واخد بالك وجاي بقى يعني جاي حامي زي ما بيقولوا حماس كله. حماس طبعا خدت بالك. طبعا انا بنحب اقرا كتير. خدت بالك وحضرتك بعدت عن التخصص طبعا في السعوديه قوي. طبعا التحليل كان قريب منه كتحليل ميه، كنت شغال بره تحليلات ميه حاجه بس كسمك كان بعيد شويه. كنت بقى يعني متحمس انك ترجع بقوتك. ارجع مثلا قريت كتير جدا ولخصت كتب كتير جدا حتى ملخصات لغايه دلوقتي بتنفعني يعني على اساس اني الم كل شيء. تمام. والله لك الحمد قدرت الم حاجات كويسه، حتى كان في شويه حاجات مش عجباني بالنسبه لعهدي اول ما جيت استلمت العمل هنا بالنسبه للتدريب مش التدريب وحاجات دي و يعني حاجات ثانيه عشان تطوير انت غير فيها. طبعا طبعا في القيادات القديمه تعرف كانت من النوع المتحجر شويه، بمعنى ايه؟ دار على شمعتها تقيل ومعرفش ايه والحاجه زي ما هي كده من غير اي تطوير ولا اي حاجه خالص يعني للاسف الشديد.
واحتكيت وحصلت يمكن مشاكل وتوسطوا في الوزاره كلها. اي حد جديد بيقابل عقبات دايما يعني. مش عقبات ولا حاجه يعني، كانت لصالح العمل يعني. انا كنت عايز اطور التدريب بالذات يعني، يمكن مدام هاله ليه انا الست دي يعني معاها ليه، لان انا حسيت فيها انا عايز اعمل حاجه، حسيت فيها ان انا عايز احقق اللي انا عايزه، تجدد دم الاداره يعني. تجدد دم الاداره وتحقق اللي انا عايزه فعلا يعني. دي شهاده لله عز وجل. الست دي ست محترمه جدا، شخصيتها قويه جدا، والاداره عايزه كده، ذكيه لابقه، كل دي مميزات الاداره الناجحه. بالاضافه ان هي برضه ملمه بكل شيء. وحاجه اول ما جيت مدير عام الاداره، مدير الاداره اداره التطوير، ولا بعدها؟ لا بعديها، بعدها فتره، بعديها على ما اخدت الدرجه الثانيه. بعد سنه او اثنين او سنه او اثنين او ثلاثه. طيب اتكلمنا من بدايه بقى ان حضرتك توليت مدير اداره التطوير. تمام. ايه كانت اولى اهتماماتك؟ يعني حضرتك اداره التطوير دي، التطوير كمعنى كبير. لا هي للاسف الشديد معنى واسع. انا معاك. الغريب ان بره كلمه تطوير شامله كل شيء، تطوير كل شيء، لكن هي كانت تطوير حسب مسمى الهيكل التنظيمي، تطوير معدات الصيد والصيد والحاجات دي يعني، محدوده محدوده حاجه معينه يعني. انت مثلا اللي من بره يقول لك ادارة التطوير، يبقى يقصد ده تطوير عموما كل المجالات. ده المقصود بيه عمل. لكن في الهيكل التنظيمي او المسمى الوظيفي بتاع الهيكل التنظيمي، دي تطوير حرف ومعدات الصيد يعني، خاصه بمواضيع الصيد بس. بس ده حتى مش تخصص حضرتك خالص. مش كده، انا قريت فيه برضه كل شيء، بس برضه ايه يعني، دي ده انا بقول لك يعني، دي برضه من ضمن العيوب اللي كانت موجوده في الهيكل التنظيمي. يعني الاداره دي كانت مسؤوله عن التطوير، عن الحرف الصيد والارشاد والتدريب. ايه التطوير اللي ممكن نعمله في حرف؟ لا لا حاجات، لا لا في تطوير. زي ايه؟ عندك معدات الصيد مثلا، انت عندك كل يوم في معدات جديده، في مثلا اجهزه اللي بتكشف اعماق تحت اعماق التجمعات السمكيه تحت السينار والحاجات دي كلها. تمام. جهاز علمي. عندك الشباك، كل محايره ليها شباك معينه، ليها حسب ظروف الطبوغرافية بتاعتها وظروف البيئة المائية بتاعتها وكل حاجة، ساعة الشباك. لا دي حاجات يعني فعلا طبعا طبعا علم كبير، كل سنة بتغير. انت عندك مثلا مصايد البحار الشمالية، يعني يقول لك ايه مثلا ايه، معدات الصيد تصلح في البحر المتوسط تختلف عن البحر الأحمر. ليه؟ طبيعة القاع والطبوغرافية يعني، أمور كتيرة جدا. تمام. بتحدد يعني، ده علم كبير، علم كبير. مالوش ابداع حضرتك تحديدا في اداره التطوير كان في ايه بالظبط؟ يعني ايه اللي حضرتك حاسس؟ والله اقول لك حاجه، كل حاجه يعني، على قد ما كنت طبعا للاسف الشديد برضه، حتى اللجان اللي كنت عامل في لجان التطوير والحصه ديت، للاسف ما كانش بيختاروني بيها. حتى من كان مدام وفاء زعلت مني، وفاء رياض ليه ما اخترتنيش احضر واشوف. تمام. بس كنت ما اقدرش، حبيت احنا نطور الاداره، الشغل في الاداره على قد ما نقدر، كارشاد كتطوير يعني. عموما اسهام حضرتك في الاداره تقدر حضرتك توجزه لنا كده يعني؟ اللهم لك الحمد يعني. احنا يعني خدت رسالتك يعني، زي ما قلت لك بحب اقرا كتير. تمام. وبحب مثلا ايه، احب الحاجه ما تبقاش على رتم واحد. تمام. بمعنى يعني ما احنا نفذنا حاجه للوادي، احب المره الجايه لما يجي ننفذها بتطوير. طيب بشكل افضل. بتطوير مبني على ايه مثلا؟ مبني برضه يعني مثلا بعرف احتياجات الناس اللي حوالينا ايه. حتى يمكن مدام هاله بالرغم من كده الايام اللي فاتت دي، بعد عمل جواب جميع المناطق، جميع المناطق على مستوى مصر على الهيئه، ادينا مشاكل. عشان ايه الهدف من كده؟ عشان تربط المشاكل بالبحث العلمي. انا عندك مشكله، اجيب راجل دكتور او اجيب الناس اللي هم بتوع البحث العلمي، اللي هو الابحاث اللي متشاله في الادراك ومتشاله في العلوم الطبيه، تخرج ابحاثي وانمي بيها الناس، اعمل ندوه، اعمل دوره تدريبيه، اعمل اعمل اعمل. خدت بالك؟ احنا مدام هلا الوحيده اللي بدات تنفذ هذا النظام. الندوه اللي عملناها لك اليوم ديت، اللي هي اول يوم الدين 12 ديت، ندوه في منتهى الخطوره. ندوه عن النباتات. انت عارف البحارات الشماليه بالذات، البحارات الشماليه، اللي البحارات الشماليه عليها تعداد ضخم جدا، زي بحارات المنزل وغيره وغيره، وتعاني مشاكل، رايت مشاكل يعني، ممكن مشاكل ازليه من حيث التلوث، من حيث التكفيف، من حيث مشاكل كثيره جدا، مشاكل ضخمت. خدت بالك؟ والامكانيات يا بنتي ما فيش. يعني اتجاه حضرتك او مشان حضرتك في الاداره كان مثلا نقول ان هو بيبدا من دورات والندوات طبعا كارشاد، يعني بحكم طبيعه عمل الاداره كارشاد، مجال الارشاد ازاي مثلا في مشكله معينه، ازاي نحل المشكله ديت، نحلها مثلا بنجيب الناس يعني، مثلا زي ما قلت لك البيئه المائيه ديت يعني، يمكن اول مره جبنا دكاتره من محافظه الغربيه اللي هم بيشرفوا على حاله البرولوس. تمام. خدت بالك جنابك على اساس يدونا ان هم عملوا ابحاث كتير جدا على البرولوس. قلنا كويس، عندما عندنا الداتا ديت، عندنا العلم دوت، طب احنا نستغل العلم دوت في بحيرات البرولوس، وعملنا كنموذج لبقى البحيرات. تمام. عندي في نباتات، قال لك النباتات المائيه ديت انا معاكي، فيها ضار وفيها نافع. صح. طب انا، وقال لي في انجلترا هناك عندي 21 سنه بيطبح التلوث بالنباتات المائيه. تمام. طب احنا وليه؟ طب احنا بظل الازمه الماليه اللي احنا فيها ديت، والتعقد الضغط الظروف اللي بتمر بها مصر في الفتره الاخيره ديت، مفيش اعتمادات كافيه. طب ما احنا نستغل الظروف الطبيعيه ديت ان احنا نكافح التلوث.
ناخد تجربه الناس ديت وننفذها عندنا ونبدا. ولذلك من غير ما برضه في الخطوه اللي خدتها خطوه جميله خطيتها ان عامل جواب للدكتور شدود اللي هو ماسك الابحاث ديت استاذ دكتور هو هناك من الرياضيات المائيه هناك اللي خد بالك ننسق معاه بحيث نعمل ندوه هناك نجيب بيها المحافظ نجيب بيها قيادات الصيادين نجيب قيادات المستثمرين هو ده التطوير يا باشمهندس تطوير وتنميه وكل شيء وازاي يعني ازاي نستغل النباتات المائيه هناك ضاره ازاي نتخلص منها مرحليا وازاي نستغلها في ان نقي التلوث احنا بنكافح التلوث التلوث موجود خد بالك وبيزيد يعني حضرتك راضي عن نشاط الاداره الايام ديت راضي مليون المية اللهم لك الحمد الاداره ماشيه في الخط الصحيح. ايه حضرتك نفسك تعمله ويعني يمكن ما يسعكش الوقت ان انت ان شاء الله تعالى باذن الله يعني ادعو الله عز وجل ان انا حتى لو ان انا ماشي كده انا برضو مستمر معاكم مع مدام هنا انا مقتنع بمدام هنا ومقتنع بخطتها. حضرتك حابب الشغل نفسه هو اللي بيحب الشغل ده بيبقى عايز طول عمره يفضل فيه. ان شاء الله تعالى باذن الله فانا باذن الله تعالى يعني كل باذن الله تعالى يعني بحيث يعني عايز امسك فيه يعني نعمل تطوير باستمرار نحل المشاكل الموجوده دي وحل المشاكل انتهت وعشان تحل المشكله يعني بتاعتك يعني اللي حضرتك نفسك تعمله هو حل المشاكل مفيش شك طبعا لما حد ما تحل المشكله لما اهم شيء اعرف المشكله الاول تمام وبعد كده اشوف ايه المشكله ما ده اساس مفتاح الحل شخصيه نشيطه واكيد اساس مفتاح الحل يعني ان شاء الله تبقى دايما اضافه جيده ليه ان شاء الله باذن الله ابدا ان شاء الله تعالى يعني هي بس ايه هي ازاي يعني نتحرك يعني ازاي تتحركي يعني خدت بالك ازاي تبداي طيب يعني بمناسبه الحركه بقى لو انتقلنا شويه بالكلام عن السياسه شويه كسؤال يعني لا انا مش في السياسه العلمي انما بيقولوا انا في السياسه دول احسن ناس ده بيقول على راي المفرده زوجتي يقول لك انا من حزب الكنبه يعني بتبع وصلت واعمل وخلاص لا بقول لك حاجه يعني راي حضرتك في الهيئه قبل الثوره وبعدها الهيئه لما كان الهيئه يعني اقول لك حاجه يعني الهيئه قبل الثوره كانوا طبعا حال الموظفين تعبان اللهم لك الحمد بعد الثوره يمكن بعد 25 يناير ما شاء الله يعني الانتعاش ظهر بالنسبه للموظفين ساعتها كنت عندك الجهد زاد 200% دي برضو رفعت نفسيه او رفعت معنويات الناس الموجوده لان هناك حاجه لابد من الحجز المادي تمام اي حاجه الله عز وجل الله عز وجل لما جه قال في القران الذكاء الذكاء انا محتاج ذكاء انت محتاج ذكاء مش محتاج لكن لو انت اشتغلت في الذكاء لو انت ابتديتي توزع الذكاء الله عز وجل جعلك نصيب فيها انما الذكاء دي للفقراء والمساكين والعاملين عليهم فمش عيب فالحبس المادي ده الله عز وجل جعله ده طبيعه البشر خدت بالك فلما انت بس تدي الموظف 200% انت كده واخد بالك مشاكله راجل عنده مشاكل وعنده عيال وعنده انت بتحل له مشاكله وبالتالي هتفرج للشغل وهتفرج للعمل وهينتج ويبدع. وكان عايزين نسال بقى شعور حضرتك يعني بلوغ سن المعيش. اللهم لك الحمد يعني. هل تتمنى البقاء في الهيئه اكتر من كده ولا طبعا طبعا عايز ترتاح وتستجم لا يا شباب انت اقول لك حاجه اللي خد على الشغل زي مثلا وخد على الشقه زي ما بيقولوا خدت بالك صعب انا اتمنى ان انا استمر خدت بالك اتمنى لكن لو الظروف ما سمحتش خلاص انا برضو ان شاء الله تعالى برضو معاكم باذن الله تعالى تمام ابقى برضو في تواصل بيننا وبينكم ان شاء الله تعالى حتى لو مفيش نصيب. ايه النصائح اللي تحب تقدمها للهيئه عموما يعني عشان نفسك انها تكون احسن من كده يعني. ولكن لو كل واحد خدت بالك راعي الله عز وجل عمله واخلص في عمله خدت بالك وفي تعاون بينا ان شاء الله نفضل يعني لو انا اخلص في شغلي وفي نفس الوقت ما اقفلش على شغلي لا اعرف انا وصلت لايه وانت وصلت لايه وكلنا كتيم مع بعض ان شاء الله اللي هتقدر لكن النقطه المشكله في الهيئه هنا ايه؟ ان كل واحد خدت بالك بيعمل شغل بدار عليه ويعمل شغل ده طب احنا هنا هيئه واحده المفروض انت انا بكملك وانت بتكمليني لما نضم على بعض ونعمل تيم مع بعض كده ده هنظهر بالهيئه هيبدع اللي عنده ما تحطوش في مشاكل وبعدين يعني برضو اعرفهم زي ما قلت لك كده المشكله ايه وازاي حلها حتى مش لازم حلها 100% ابدا مراحل مثلا الله عز وجل لما حرم الخمر ما حرمهاش واحده حرمها بدرجات يعني هتبدا حضرتك بالموظف ابدا بالموظف اهم شيء وبعدين اهم شيء وبعد كده ستك انا بريح الموظف خدت بستك بتدي بقى اقول ده انا ريحتك اديني ابتدي احاسبه ابتدي احاسبه حساب عسير يعني اديتك وريحتك يبقى في الحاله دي انت برضو رد الجميل من اخذ اجر حسب الله بالعمل ده المبدا يبقى انت بقى خدت اديني بقى اديني مشاكلك ايه طب مشاكلك 1 2 3 طب ممكن ان شاء الله السنه دي نحل المشكله دي اهم في جميع بقى المجالات طبعا في المجالات وبالتالي هتتحل بمرور الايام قدام خطه صحيحه وسليمه وبتتنفس كل شيء هينتهي لكن انا مثلا الموظف تعبان خدت بالك عليك خليك معايا يعني معظم الشباب موجود دلوقتي طبعا الشباب عايز شقه وعايز يتجوز وعايز مصاريف وعايز هجيبها منين؟ صح فبتلاقي بيشغل شغل ثاني بعد الظهر صح
طب انت خدت بالك ويجي لك سيادتك ايه تريح مدروخ وتعبان ما عندوش طاقه ليه معذور حايل عايش وشايف الدنيا غلط بقى لما رايح الوظيفه تهتم بالتخصص ولا يعني الناس كتير هنا برضو مش بالتخصص نفسه طبعا ما لسه دي خطوه ثانيه تهتم بالتخصص تانية طبعا ان هو يديلك ولا ما فيش شك طبعا كل واحد بيبدا في مجال خاص فيه تمام خد بالك يعني مثلا واحد تجاره حطه في مجال واحد مثلا زراعه حطه طب بيطري كل واحد في مجاله بحيث ان انا الحاجه العلم اللي درسه في الكليات الاكاديميه دي يقدر استفيد منه بعدين خدت بالك ولذلك يمكن مدام هاله برضو جزاها الله خير في الدورات بتاعتها اللي بتعملها خدت بالك الجديده الايام ديت يعني لو تحس كده تلاقيها بتحاول تدخل البحث العلمي مع المشاكل بتاعتنا بمعنى ايه يعني دوره مثلا دوره يعني ظهر اعوذ بالله مرض او ظهرت نفوك لاسماك معينه في اي منطقه خدت بالك احنا ما عندناش مش ما احنا ما عندناش يعني ما فيش الكوادر اللي هي تطلع تجيب عينات انسجه وتحللها وتعرف المرض او لا مفيش امكانيات مفيش الكوادر دي هو بيحكي لك المرض بالشكل الظاهري او المورفولوجي المورفولوجي لكن لكن ولذلك الدوره مثلا مدام انا عملتها في الامراض الاسماك عملت ايه؟ عملت حاجه خدت بالك جت ازاي تجيب العينه؟ ازاي تاخد العينه ديت على شريحه؟ ازاي تصبغ الشريحه؟ ازاي تصبغ الشريحه ديت؟ خدت بالك؟ ازاي الانسجه المرضيه ايه يعني علم وخدته من الطب البيطري وشاف حاجات بعينيها ومرسوها تمام خدت بالك بحيث ان اي مشاكل حاجه يقدر يتعامل معاها التعامل العلمي الصح ما بقاش نلجاش لمعامل وزاره البيئه ونتعامل لا يبقى الهيئه ليها شخصيتها وليها امكانياتها يعني الحوار مع حضرتك سري جدا جدا واحنا كان نفسنا نعمله من زمان ومن غير مناسبه يعني كل سنه حضرتك طيب سؤال اخير بس لو يعني اضطررت بقى يعني ان انت حضرتك مش قادر بقى تيجي الشغل وخلاص كده تم بلوغ سن المعاش وشكل يومك هيبقى عامل ازاي؟ والله اقول لك حاجه اللهم لك الحمد انا ليه يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها لما خلصت جبت انا وقرايبي يعني اخو ام فريده ابن اختها ما اعرفش المهندس المعماري عملنا مشروع صغير كده في الرخام والبرميل حاجه في شقه تعبان يعني تمام هو سيم عنده علم بالكلام ده كنت مالك على السن انا ايه همسك الاداره يعني انا بمسك الاداره بتاعته تمام يعني مش هتسيب مجال الشغل اصلا بقى لا مفيش ما بقولك راحت في شهر اكتر ما يموت يعني مش هتستجم زي الناس لا لا لا, لا, لا بالعكس انا لو قعدت في البيت بتعب اقسم بالله بتعب معرفتناش بعيلتك برضه اسمع انا وصلك انا طبعا ومجرد زوجت طبعا خريج كليه التربيه قسم الرياضيات تمام وعندك حضرتك اولاد؟ عندي ثلاث بنات الكبيره فريده مهندس ميكانيكا تمام وبتعمل برضه شركه امريكيه هنا عندي ستك ايه بكالوريوس تجاره دي اتجوزت راح مع جوزها عند ستك نادي اللي هي خدت هندسه معماريه ما شاء الله كلهم يعني حاجات كتير معاك الحمد لله رب العالمين وربنا يسهلهم ان شاء الله تعالى لكن ما بيقولوش لحضرتك بقى ارتاح بقى واقعد معايا لا والله مش كده طبعا ما هو برتاح واقعد معانا يا بنتي انا خدت على ما اقدرش حتى يوم الاجازه بقعد متضايق يعني اقول لهم كم تعال روح النادي تعال روح هنا لو هو يا بنتي لا اله الا الله احنا ما يحبش وقت قعده البيت احنا سعداء جدا والله احنا اسعد جدا النهارده ونتمنى ان دي ما تكونش اخر مره ان شاء الله تعالى يعني وانا معاك باذن الله على طول الاداره عموما والعاملين في الاداره طبعا في حد مضايقك لا لا طبعا اولا بشكر وانتم من حظكم الحلو من حظ الطالع وحظ الدار الحلو ان اللي ماسك قياده الاداره مدام هاله بس مش بشكر فيها والله دي على الحق اقول يمكن حكيت لك انا شخصيه محترمه شخصيه قويه اخلاص ذكاء لباقه خدت بالك ازاي تخرج من المآزق يعني انا حضرتها كذا موقع عجبتني جدا عندها طموحات متفرده يعني جعل الاداره ديت حياتها كلها واحنا افتقدك يا باشمهندس لا رد عليك يا بنتي لا اله الا الله انا معاكم باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى اي حاجه باذن الله انا جنبيكم معاكم على طول ان شاء الله تعالى شكرا جزاك الله كل خير شكرا جزاك الله